اولا بنقول مبروك لمهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الاولى. الحقيقة هو مهرجان رجع اسوان تاني للناس، وان هم يشوفوا قد ايه اسوان بلد جميلة ورائعة، وهو جاي في نفس توقيت ان السنة دي عام المرأة كمان، فاعتقد التوقيت كويس قوي، الاثنين جايين مع بعض في توقيت كويس جدا.